مارتين أتكنسون الآن جاهزة. 43 عام لمارتين أتكنسون، 26 مباراة في الويفا شامبيونز ليج، لم يسبق له أن أدار أبدا مباراة فيها طرف فريق باريس سان جيرمان. أدار مباراة وحيدة لبرشلونة بتاريخ 2011 في هذا الملعب، تعادل فيها برشلونة مع الميلان بهدفين هدفين، هدف تاريخي لتياغو سيلفا في شباك فالديس في اللحظة. الحارس الإيطالي سالفاتوري سيريغو، الثنائي العالمي نيمار ميسي، انتظار جيريمي ماتيو بالرأسية نجم الدفاع لفالنسيا السابق، لكن ليو غاتان يتقدم الأرجنتيني، وليو يسدد بجانب الحارس الإيطالي، كرة يسارية أرجنتينية، 16 هدف وفاز بأربع ألقاب. لوكاس يوزع تصوير جول 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 جول، من له سلطان ممكن يصبح سلطان حاكم زمان باختلاف المكان يا رهيب إبراهيموفيتش العجيب، فرقة فرنسية في البعل، كرة رائعة، كرة ممتازة لسواريز، يوزع جول 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 جول، ليو يلعب يا سيد اللاعبين، هو نجم الأرجنتين باللمسات المارادونية بالكرة السحرية، ميسي الجوهرة الأرجنتينية، شيء كبير، ميسي القدير، ليو المثير، حبيب الأرجنتين، مرعب الحراس وكل المدافعين، هدف التعادل لبرشلونة بالكرة المضمونة. أوه هذه هي كرة الدلال يا ليو، خطورة في هذه الكرة، لويس سواريز، سواريز والركنية كاتالونية، سرعة جنونية، قمة نارية، دانيا إبراهيموفيتش بلاس ماتويدي، ماتويدي يوزع، لوكاس، لوكاس لم يكن القناص، إبراهيموفيتش، زلاتان، يعدي زلاتان، زلاتان يوزع، التسويب، والعارس تير شتيغن، كافاني كافاني كافاني، هات فنون كات كل الدفاع الباريسي في البال، ليو يعدي، يا سلام، وا سالفاتوري سيريغو، كرة تياغو سيلفا، كرة وتصويب إنييستا، رودريغيز وتصويب، نار 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 جول، نار 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 نار، الغدار نيمار هو نجم هذا المشوار، فن الفنون، كل الجنون، لاعب الكرنفال بيقدم الأبطال، السيليساو عال عال عال، نيمار رويال رويال، شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري، نيمار والله شيء كبير يا عمري، هجوم خطير، هذه ممكن فيها جول، هذه ممكن فيها جول، يوزع، يعدي خطيرة، جول، لا وبلاس ماتويدي، نار نار نار، وفي النهاية يسلم برشلونة من هذا المشوار، لوكاس القناص هو الذي بعث، هذا هو لوكاس يتفوق سواريز، والكرة خطيرة، لا 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 لا، السافرة الإنجليزية قبل اليسارية الأوروغوايانية، كرة خطيرة، لوكاس يسدد، التسويب، أوه.
تشافي خطيرة ليو من كوكب الأرض أقدام سواريز بالامتياز بمنظومة كتالونية عالمية تأتي الثلاثية لبرشلونة في هذه الأوقات الكروية. هذه هي كرة تشافي. الآن مشاهدين الكرام برشلونة يفوق الارتباط. الرابع ممكن ميسي يسدد بكرة خطيرة أرجنتينية. ليو ينهي هذه المباراة. وفي هذه اللحظة يعلن صراحة حكم المباراة الانجليزي مارتن أتكنسون يعلن المباراة بانتصار برشلونة على باريس سان جيرمان بثلاثة اهداف لواحد ليستعيد الصدارة من جديد. لكم مني مشاهدينا متابعينا اجمل تحية.